السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا هذا اليوم هي anesthesia for obese patients. راح نتكلم عن التخدير للمرضى اللي يعانون من السمنة. طبعا مثل ما نعرف انه الاوبيزيتي هي global health problem، هي مشكلة صحية عالمية تعاني منها جميع دول العالم بنسب متفاوتة ومختلفة. طبعا الدول النامية عادة نجد السمنة تكون بنسب أعلى بالطبقات المترفة والطبقات الغنية، بينما بالدول المتقدمة نشوف أنه السمنة بنسب أعلى بالطبقات ذوي الدخل المحدود أو الطبقات الفقيرة. عندنا مصطلح الموربيد أوبيزيتي اللي بالإمكان أنه نتعرف عليه عن طريق استخدام باراميتر هو البدي ماس إندكس. البدي ماس إندكس يمكن حسابه باستخدام عنصرين اللي هو الوزن بوحدة الكيلوغرام والطول بوحدة المتر، بحيث انه نستخدم المعادلة التالية اللي هو البادي ماس اندكس يساوي لنا الوزن بالكيلوغرام مقسوما على مربع الطول بالمتر. فحسب المعادلة البادي ماس اندكس تساوي لي وزن المريض الويت مقاسا بالكيلوغرام مقسوما على طول المريض تربيع طبعا مقاسا بالمتر. فإذا كان عندي وزن المريض 100 كيلوغرام وطول المريض 160 سنتيمتر، حسب المعادلة راح يكون 100 تقسيم 1.6 بالمتر. 160 سنتيمتر راح نقيسها بالمتر، 1.6 متر تربيع، وتساوي 100 على 2.56 وتساوي بالنتيجة 39. هذا البادي ماس اندكس لهذا المريض. بالنسبة للبادي ماس اندكس ورا ما نستخرجه راح نشوفه حسب الجدول اللي راح نتكلم عنه ضمن اي تصنيف بالاوبيزيتي. اذا كانت البادي ماس اندكس من 18.5 الى 24.9 هذا يعتبر نورمال، هذا النورمال بادي ماس اندكس للشخص اللي يكون وزنه مثالي او طبيعي. اذا كان البادي ماس اندكس ما بين 25 و 29.9 هذا نسميه اوفر ويت، زياده بالوزن. اذا كان البادي ماس اندكس يتراوح ما بين 30 و 34.9 هذا نسميه كلاس 1 اوبيزيتي. بينما اذا كان البادي ماس اندكس 35 إلى 39.9 فهذا نسميه كلاس 2 obesity. إذا كان البدي ماس إندكس أكثر من 40 فهنا راح يكون عندنا كلاس 3 obesity. طبعا هذا التقسيم هو عادة تقسيم البدي ماس إندكس كجنرال. أكو عندنا تقسيم جراحي اللي يصنف المريض إلى obese، super obese، super obese. هذه التقسيمات جراحية على ضوها يقررون نوع العمليات اللي تحتاجونها اللي نسميها برياتريك سيرجري، راح نتكلم عنها باختصار ان شاء الله. من الملاحظات المهمة انه لقوا original distribution of excess fat is thought to be more protective than body mass index for morbidity and mortality. بصورة متزايدة بدأوا يستخدمون موضوع توزيع الفات ووجود الفات في مناطق محددة أو معينة من الجسم هو اللي يحدد لي الموربيديتي والمورتاليتي اللي تنتج عن الأوبيزيتي أكثر من البادي ماس إندكس. يعني وجود شخص ببادي ماس إندكس عالي راح يكون مو هو المحدد بالضبط إيش قد نسبة الموربيديتي والمورتاليتي. هنا لقوا أنه يعتمدون على توزيع الفات على الجسم أكثر من اعتمادهم على البادي ماس إندكس. يعني شنو المقصود بأنه مثلا أكو عندنا شيء مصطلح اسمه central obesity، انه وجود excessive abdominal fat، الفات يتجمع عندنا بالابدومين اكثر من غير مناطق. هذه الحاله تعتبر هذه طبعا هي من particularly protective for non insulin dependent diabetes mellitus ودسليبيديميا cardiovascular disease. ويعتمدون هنا على الويست circumference، يستخدمون قياس الخصر ك التحديد لمدى تسبيب او هذه تاثير هذه السمنه على حصول هذه الامراض اللي نقصد بها مثلا النون انسولين ديبندنت دايابيتس ميليتس، ديسليبيديميا، عدم الانتظام الدهون داخل الجسم، امراض الكارديوفاسكولار سيستم. هنا لقوا انه الدور الاهم
لتوزيع الشحوم أكثر مما فقط استخدام البادي ماس إندكس. وطبعا هذا السيركمفرنس أو الويست سيركمفرنس هذا يحدد حسب السكس، حسب الجنس المريض رجل أو امرأة، وأيضا حسب الريس والأثنيسيتي. تشوف قياسات خاصة موجودة عند الأشخاص الأوروبيين يختلف عن الآسيويين، كذلك أصحاب البشرة الداكنة يختلف عن أصحاب البشرة الفاتحة، وهكذا حسب الريس والأثنيسيتي. طبعا مثل ما نعرف انه الاوبيزيتي از مالتي سيستميك ديزيز، يعني هو يأثر على كل الاورجانز تقريبا، ولهذا اكيد راح تكون له تأثيرات سلبية على الانستيزيا او تأثيرات معينة على الانستيزيا اللي راح نتكلم عنها تفصيلا حسب الاورجان. بداية نبدأ بالرسبيراتوري سيستم. عندنا المشكلة الاولى اللي سبب لها الاوبيزيتي بالرسبيراتوري سيستم هو الاوبستركتيف سليب ابنيا. طبعا تقريبا 5% من الموربيدلي اوبيز بيشنت راح يعانون من الاوبستركتيف سليب ابنيا، بارتيكولرلي اف ذي هاف اسوشيتد ريسك فاكتور. مثل شنو هذا الريسك فاكتور؟ مثل اذا كان البيشنت عنده لارج كولر سايز، منطقه العنق راح تكون اذا الحجم مالته كبير، يعني احنا نقول العنق مالته راح يكون كل ما كان اعرض كل ما كان قياس يعني محيط العنق اعلى كل ما كانت الخطوره راح تكون اكثر. ايفنينج الكحول كونسبشن، تناول الكحول يعني اوقات المساء، وفرنجيال ابنورمالتيز اذا كان عنده مشاكل ايضا في منطقه الفارينكس. The disease caused by passive collapse of the pharyngeal airway during deep plan of sleep. المشكلة اللي تنتج من الأوبستركتيف سليب أبنية تنتج نتيجة الباسيف أوبستركشن أوف ذا فرنجيال إيرواي، يعني المريض أثناء النوم راح يصير عنده ارتخاء بالمصل اللي مسؤول عن اللارينكس والفارينكس. هنا بهذه الحالة راح تؤدي هذه السوفت تشو الكثيفة اللي موجودة عند الأشخاص اللي يعانون من السمنة المفرطة لما يوصل مراحل النوم العميق راح يؤدي لي الى انسداد المجرى التنفسي، فراح يعاني المريض من سنورينج، يبدي يصير عنده شخير، وايضا انترمتنت ايرواي اوبستراكشن، انسداد بالمجرى الهوائي كليا بصوره متقطعه نتيجه الهايبوكسيميا والهايبركابنيا اللي تحدث نتيجه الايرواي اوبستراكشن. راح يصير عند المريض اول شيء النوم متقطع، النوم غير مستقر، فشوف المريض كل شوي يفز مختنق ويبدي ياخذ النفس، لانه من يبدي يرجع الوعي مالته تبدي تنشط المصل العضلات وتبدي تفتح الايروي، فيشوف المريض انه يفز، طبعا يصير عنده فشخير جدا عالي وانسداد واضح بالمجرى التنفسي، وراح يبدي يفز المريض نتيجه الهايبوكسيا انخفاض الاكسجين. من راح يبدي يقعد راح يصير عنده ديستربنس بالسليب، النوم مالته راح يكون جدا ما مريح، فتشوفه اثناء النهار يعاني من السوميلانس النعاس المستمر خلال فترات النهار. ايضا المشاكل الاخرى اللي سبب ليها سبب لي بولمينري اند سيستميك فيزو كونستركشن، تضيق بالاوعيه الدمويه الموجوده في الجهاز التنفسي وكذلك بالجسم بصوره عامه، ويؤدي لارتفاع الضغط الرئوي وارتفاع الضغط بصورة عامة، وأيضا بوليسايثيميا زيادة بالهيموغلوبين نتيجة الهايبوكسيا طبعا بسبب انخفاض الأكسجين. أيضا راح يعاني المريض من رايت فينتريكولار فيلير، عجز في الجانب الأيمن من القلب. أيضا استمرار الهايبوفنتيليشن خلال فترات النوم راح بالتالي يؤدي لي إلى Type 2 respiratory failure. طبعا formal diagnosis التشخيص النهائي لهذا الobstructive sleep apnea راح يكون عن طريق sleep study، وايضا عن طريق اخذ معلومات كاملة من المريض. اما بالنسبة للعلاج مالته فاول شيء removal of precipitant، الاشياء اللي تسبب ليها، وخصوصا الweight loss ونكتورنال سيباب احيانا نقدر نستخدمها. اول شيء نزيح الاسباب اللي او الامور اللي مسببت لي للاوبستركتيف سليب ابنيا، نشجع المريض على تقليل الوزن لانه هو راح يساهم به، وايضا استخدام السيباب اثناء النوم نكتورنال سيباب، يعني نخلي المريض على جهاز سيباب راح يدفع لي فد برجر معين يفتح الايروي خلال فتره نوم المريض.
عندنا specific implication on for anesthesia. شنو الأمور اللي تخصنا بهذا الموضوع obstructive sleep apnea؟ شنو الأمور اللي لازم نسويها أثناء الأنستيزيا؟ بالبداية لازم ناخذ very careful pre-operative history looking particularly for evidence of characteristic increased snoring and subsequent apnea and daytime somnolence. لازم نتكلم أو ناخذ معلومات مضبوطة ودقيقة بخصوص أي مشاكل تخص السنورينج الشخير أثناء النوم والأبنية اللي تصير عنده أثناء النوم والنعاس اللي يرافق المريض خلال فترات النهار. أيضا لازم نتحاشى استخدام سيديشن البري أوبرتيف أو البري ميديكيشن سيديتيف بري ميديكيشن لأنه هذه يعني راح تسبب لي أيضا نوع من يشبه الديب بلينز اوف سليب يعني النوم العميق وقد يسبب لي obstructive sleep apnea. ايضا maintenance of the airway might be difficult. هنا راح ننتبه انه الحفاظ على الايرواي باتنت الايرواي مفتوح راح يكون قد نواجهنا به صعوبة لهؤلاء المرضى. airway obstructions very likely to be possible to occur in post operative period. ايضا لازم ننتبه انه هؤلاء المرضى من المحتمل انه يصير عندهم airway obstruction. طبعا هذا airway obstruction من المحتمل انه يستمر حتى الى من 3 الى 5 ايام. فلازم في حال وجود مرضى عندهم obstructive sleep apnea يتم ادخالهم لوحدات العناية المركزة او ال HDU على الاقل لغرض متابعتهم و يعني مراقبة في حال صار عند المريض هايبوكسيا او هايبركابنيا او صار عنده أبنية خلال النوم. عادة المرضى نعطيهم أكسجين وقد يحتاج المريض أن نخليه على جهاز سيباب خلال فترة ما بعد الأوبريشن البوست أوبرتيف بريد. أيضا original techniques and short acting anesthetic agents are ideal to reduce post operative drowsiness. إحنا حتى نقلل المشاكل اللي تصير عند المريض ما بعد العملية يفضل استخدام original techniques اللي هي التقنيات السباينال انستيزيا بديورال انستيزيا ريجنال نيرف بلوك اي شيء يبتعد لي عن الجنرال انستيزيا. واذا كنا مضطرين انه نستخدم جنرال انستيزيا فيفضل استخدام الادوية اللي يكون مدة عملها قصير جدا بحيث انه ما يسبب لي دراوزنس ويدخل المريض ب ديب بلين اوف سليب بوست اوبرتيف. ايضا كونسيدر nocturnal oxygen for up to 5 days following major surgery. إذا المريض خضع لعملية كبرى فيفضل أنه وضع المريض على الأكسجين لمدة لا تقل عن 5 أيام لغرض تلافي حصول الهايبوكسيا بسبب الأوبستركتيف سليب أبنية. النقطة الأخرى هي الأيرواي. obese patient tend to have short fat necks making both mask ventilation and direct laryngoscopy technically more challenging. معظم الأشخاص اللي يعانون من السمنة المفرطة راح يكون النيك مالتهم قصير وفات يعني راح يكون القطر مالته كبير فتشوف نسميه انه شورت نيك فات نيك يعني ممتلئ وقصير جدا. هذا راح يخلي الماسك فنتيليشن حتى باستخدام الماسك جدا صعب واستخدام اللارنجسكوب ايضا تقنيا راح يكون واجه بصعوبة. High body mass index associated with increased risk of difficult intubation. كل ما كان زيادة بالbody mass index كل ما راح نشوف انه اكو زيادة بصعوبة استخدام الاندوتراكيال تيوب اثناء التخدير. شنو الامبليكيشن المهم عندنا بالنسبة للانستيزيا فيما يخص الايرواي؟ بداية always assess the airway for prediction of difficult intubation. لازم نسوي assessment للairway حتى نشوف إذا أكو هذا المريض عنده خطورة عالية بالنسبة لل difficult intubation. طبعا هذا يتضمن استخدام التقنيات الأساسية اللي تكلمنا عنها في محاضرات سابقة مثل ملمبات تيست. نشوف المسافة ما بين the chin and the thyroid اللي هو thyromental distance thyroid cartilage. ايضا الموبيليتي اوف ذا جو نشوف حركه الفك حركه العنق حره او بها صعوبه. هذه كل الامور تقدر تعطيني فد بريدكشن او فد هنت انه هذا المريض راح يكون ديفيكلت انتوبيشن او لا. ديفيكلت ماسك فنتيليشن كان سام تايمز بي ترانسفورمد باي بليسمنت اوف اورال ايرواي. بالامكان انه
نتخلص من مشكلة الـ difficult mask ventilation. استخدام الماسك طبعا راح يكون بصعوبة خصوصا بالفاتي فيس، صعب انه تلزم الماسك وتثبته على وجه المريض، فبالامكان نستخدم الاورال ايرواي. طبعا اللارنجيال ماسك ايرواي هو يعتبر افضل واحد من افضل الطرق اللي يمكن نستخدمها بديل للفيس ماسك، بينما يروح البيشنت يكون يوصل مرحلة الديب انستيزيا ويوصل مرحلة يعني انه نقدر نبدي نسوي الاندوتراكيال تيوب. ايضا راح نواجه مشكلة بالاوبيز وومن، النساء اللي عندهن سمنة مفرطة راح نعاني من وجود لارج بريست. هذا اللارج بريست راح تؤدي لي الى صعوبة باستخدام اللارنجوسكوب. فنشوف هذه الحالة انه احيانا المريض لازم نسوي لها تلتنج اوف ذا ثياتر كاوتش، يعني السدد الجراحية، راح نضطر انه نرفع هيد اب، نخلي رأس مستوى رأس المريض أعلى من بقية جسمه حتى نحاول أنه نبعد البريست عن النيك. وكذلك أحيانا نستخدم تراكشن، نسوي سحب للبريست داونورد أثناء عملية استخدام اللارنجوسكوب حتى نتخلص من الصعوبة اللي راح تواجهنا بسبب اللارج بريست أوف أوبيز وومن. لارنجيال ماسك ايرواي اند اذر سوبراجلوتيك ايرواي ديفايس مثل الايدل مثلا، هذه تبقى ريلاتيفلي كونترا انديكيتد، يعني نسبيا او مو بشكل ابسوليوت، مو بشكل مطلق هي كونترا انديكيشن، لا يمكن استخدامها، لكن بشكل نسبي. السبب خصوصا بالالكتيف سيرجر طبعا بالموربيد اوبيز بيشنت، السبب انه صعوبه الحصول على ضغط كافي ل اللي نستخدمه بالميكانيكال فنتليشن. لما نتكلم عن الفنتليشن ان شاء الله راح نعرف شو السبب بالضبط ليش ما نستخدم اللارنجيال ماسك ايرواي والسوبرا جلوتيك ديفايس بالالكتيف سيرجري ان اوبيز بيشنت. طبعا بسبب الاشياء اللي تكلمنا عنها اللي تتضمن انكريز ريسك اوف اسبيريشن وديفيكولت انتوبيشن. طبعا هؤلاء المرضى راح يكون عندهم نسبة الاسبيريشن جدا عالية بسبب وجود البرشر على الاستومك، وايضا عندهم الاسيديتي راح تكون عالية، راح نتكلم عنها ان شاء الله يعني بقية المحاضرة. وجود ايضا صعوبة الانتوبيشن، يعني انا هذا المريض راح اخلي ببالي دائما الاوبيز انه هذا راح يكون قد يواجهني صعوبة باستخدام الاندوتراكيال تيوب، ما اقدر اسوي الاندوتراكيال تيوب، ولهذا قد نضطر الى استخدام رابيد سيكونس اندكشن حتى نكون بالسيف سايد، نستخدم رابيد سيكونس اندكشن حتى نخلص من المشكلتين الاساسيات اللي قد يواجهني اللي هن الديفيكولت انتوبيشن وانكريز ريسك اوف اسبيريشن. اذا شفنا انه المريض عنده هاي بريدكشن اوف difficult intubation بالحسابات مالتنا طلعنا انه هذا المريض راح يكون difficult intubation، هنا بهذه الحالة نقدر نستخدم awake intubation، قد يكون طريقة يعني مفضلة للتخلص من هذه المشكلة باستخدام flexible fiber optic laryngoscope حتى ما تواجهنا مشكلة difficult intubation والaspiration بنفس الوقت. في حال قررنا انه نسوي الاندوتراكيال تيوب الاعتيادي بالاستخدام اللارنجوسكوب، طبعا لازم نخلي المريض في وضع معين احنا نسميه استخدام الرامز. الرامز ار ريكومندد تو اتشيف اوبتيمال سنيفنج بوزيشن. السنيف بوزيشن هو البوزيشن الخاص اللي نسويه عاده فور انتوبيشن. هذا الرامز ايش راح تسوي لي، او راح مثل ما نشوف بالصوره هسه راح نشوف الرامز. هذا الرامز اللي هي عباره عن فالتاولز نخليها تحت رأس المريض وتحت الشولدر وتحت النيك، تحت رأس المريض والعنق والأكتاف، بحيث تصير مثل بشكل رام يرتفع تدريجي. الغاية من عنده أنه نخلي مستوى التشن أعلى من مستوى التشيست، راح نشوف أنه الحنش المريض راح يكون مستوى أعلى من أو أعلى نقطة يكون مقارنة بالتشيست. أيضا الأير لازم تكون في مستوى الستيرنم. هذه الحالة هنا راح يكون قد نقدر نسهل عملية الانتوبيشن، هذا نسميه الرامب بوزيشن فور سنيفينج أو سنيف بوزيشن. الموضوع الآخر اللي يخص الريسبيراتوري سيستم هو الفنتيليشن. طبعا انكريز بادي ماس راح يؤدي لي إلى انكريز أكسجين كونسبشن. طبعا وجود الفات تشو والبلد سبلاي اللي الجديد اللي بيه ايضا هذا يحتاج الى مور اوكسجين كونسبشن.
وهذا بالتالي أيضا راح يسوي لي more carbon dioxide production. هذا الشيء راح يؤدي لي إلى ارتفاع المينت فنتيليشن الغاية حتى يرجع للنورمال كابنيا، حتى يخلي لي مستوى ثاني أكسيد الكربون ضمن الطبيعي، فيضطر الجسم إلى زيادة المينت فنتيليشن. أيضا عندنا راح يكون reduced بال chest wall compliance، هذا الشيء بسبب heavy chest، لأنه يعني الفات تشو اللي تكون عليه راح يسبب لي heavy chest، فراح يكون less compliance يعني قابليته على التوسع راح تكون أقل من الشيء الطبيعي. ايضا وجود يعني الابدومينال فات ابدومين اورجانز راح تؤدي لي الى كومبريشن اون ذا دايفرام، مدخل الدايفرام راح يعني يصير ب فري موفمنت اثناء البريثنج. ذا ريدكشن ان ذا كومبلينس، انخفاض الكومبلينس اوف ذا تشيست مع زياده الاكسجين ديماند ريسبيراتوري ديماند راح يؤدي الى زياده ورك اوف بريثنج، فراح تشوف ان هؤلاء المرضى راح يعانون من زياده بالورك اوف بريثنج، واللي قد يسبب لهم في حال وجود اي مشاكل تنفس اخرى يسوي لهم فتيق تعب في عضلات التنفس، وقد يتخلي بالريسبيراتوري فيلير. بالاضافه الى انه الفانكشنرز دول كاباسيتي اللي هو يعتبر خزين الاكسجين بالجسم ايضا راح ينخفض، وهذا انخفاض عاده بسبب عدم قابليه الدايفرام على التحرك للداونورد باتجاه الأسفل بصورة حرة، وكذلك بسبب وجود الفات اللي يجمع لي اللي يخلي لي تحديد بحركة الدايفرام. طبعا الانخفاض بالفانكشنز دول كاباسيتي حتى لما يكون المريض واعي وبدون أي أدوية تخدير بدون أنه يكون ماخذ أي سيديشن راح تشوف أنه الفانكشنز دول كاباسيتي مالته راح تنخفض. ولذلك باستخدام الانستيزيا مع بداية الانستيزيا وأيضا وضع المريض بالسوباين بوزيشن مريض نايم على ظهره، هذا راح يؤدي لي زيادة إلى طبعا لما يكون المريض بالسوباين بوزيشن راح الدايفرام يرتفع بالزيادة، راح يصير الابدومينال فيزرا والابدومينال فات يعني الأحشاء البطن والشحوم الموجودة بالبطن كلها راح تنتفع باتجاه الدايفرام، فراح تؤدي لي إلى مشكلة أساسية اللي هي ventilation perfusion mismatch، يعني راح تكون عندي صعوبة في توسع الرئة، وبالتالي راح يصير عندي ventilation perfusion mismatch و closure of the small airway وحتى large alveoli أيضا راح يصير بها closure في حالات السوباين بوزيشن وبداية الانستيزيا، راح يصير عندي ventilation perfusion mismatch، عدم توافق ما بين التنفس المريض والoxygenation of the patient والperfusion يعني وصول البلد على الالفيولاي، وبالتالي راح يؤدي لي الى الارتريال هايبوكسيميا. شنو الامبليكيشن المشكله اللي تكلمنا عنها بالنسبه للانستيزيا؟ راح نعرف انه هؤلاء المرضى اللي هم الاوبيس بيشنت عرضه اكثر للهايبوكسيا حتى في حال كونهم كونشس، وراح يكون عندهم ديساتوريشن particularly rapidly once apneic as their oxygen reserve is reduced and oxygen utilization increase thus necessitating meticulous pre-oxygenation. يعني هؤلاء المرضى راح يكونوا بمجرد انه يوصلون مرحلة الابنية اثناء الانستيزيا وهم ايضا بالسوباين بوزيشن راح يؤدي لي الى severe hypoxia and rapid hypoxia. السبب اول شيء انخفاض الفانكشن ريزور كاباسيتي اللي هو خزين الاكسجين، واستخدام الاكسجين بنسب عالية جدا بسبب وجود الفات تشو، ولهذا يجب ان المريض نخليه على بري اوكسجينيشن، نعطي المريض اكسجين قبل ما تبدي مرحلة الابنية بالانستيزيا لغرض زيادة نسبة الاكسجين المتوفرة عنده كخزن، وتقلل لي الفترة اللي او عفوا نزود لي الفترة اللي راح يصير بها عندنا البيشنت هايبوكسيا. Ideally this should be done with the patient semi erect to increase time of desaturation. عادة احنا هذه العملية اللي هي pre oxygenation نخلي المريض يكون في وقت او في وضع semi sitting شبه الجلوس الغاية من عنده حتى نزود الفانكشن ريزيدوال كاباسيتي، حتى ما نخلي لانه اذا صار سوباين مباشرة راح يقل الفانكشن ريزيدوال كاباسيتي بنسبة جدا عالية. ايضا لازم ننتبه انه بسبب انخفاض الـ chest compliance انخفاض
مطاوعه التشيست وقابليتها على التوسع، هنا راح نحتاج الى هاي انفليشن بريشر تو فنتليت ذا بيشنت. هنا المريض راح يحتاج الى ضغط اعلى من الطبيعي لغرض اجراء الفنتليشن. فنشوف انه الضغط السيتنج اللي نخليه بالضغط اللي اثناء الفنتليتر او اثناء استخدام الفنتليتر او عربه التخدير راح يكون اعلى من الطبيعي بسبب انخفاض التشيست كومليانس. هذا الضغط العالي هو اللي يخلي لي استخدام اللارنجيال ماسك ايروي او اي سوبرا جلوتيك ديفايس كونتراندكيشن لعدم تمكن اللارنجيال ماسك ايروي من الحفاظ على المكان والاكسجين سبلاي تو ذا تراكيا مباشره بوجود هذا الضغط العالي. Hypoventilation will often occur when breathing spontaneously via laryngeal mask airway and face mask, and thus these techniques are not recommended. استخدام spontaneous ventilation للمريض سواء بالface mask أو باللaryngeal mask airway هنا لا يمكن استخدامه لأنه المريض راح يدخل بhypoventilation وبالتالي hypoxia وhypercapnia وrespiratory failure type 2 respiratory failure راح يدخل المريض بسبب استخدام spontaneous breathing بالobese patient. التايدل فوليوم عادة اللي نخصصه للمريض نحسبه بحساب الايديال بادي ويت مو بحساب التوتال بادي ويت. التوتال بادي ويت او الاكتوال بادي ويت انه نجي نوزن المريض ونشوف هذا وزن المريض 160 نحسب له عن 160. اما الايديال بادي ويت لا، الايديال بادي ويت هو الوزن النموذجي لهذا الشخص. شلون نحسبه؟ نحسبه عن طريق معادلة معينة. بهذه المعادلة هي راح تحدد لي انه ايش قد الايديال بادي ويت لهذا المريض، وعلى ضوءها راح نقرر انه ايش قد التايدل فوليوم نخليه. يعني احنا بنريد نطي مثلا 6 مل بير كي جي، هنا نقول انه راح نطي 6 مل التايدل فوليوم 6 مل لكل كيلوغرام. ايش قد نحسب وزن المريض؟ نحسب الوزن المريض على الايديال، ما نحسب وزن المريض على التوتال. ونوزن المريض هذا 100 كيلوغرام طوله 160، ما نقول انه نحسب على 100 كيلوغرام وانما نحسب على الايديال بادي ويت. شلون نحسب الايديال بادي ويت؟ بالمعادله التالية. الايديال بادي ويت يساوي لي 50 زائد الرقم ثابت ايضا 91% مضروبا فيه طول المريض، ما طبعا مقاسا بالسنتيمتر ناقص 152.4. هذا بالنسبة للميل. بالفيميل راح فقط نستبدل الرقم 50 بالرقم 45.5. فإذا أردنا نحسب وزن شخص خلي يكون ميل، الطول مالته 160 سنتيمتر والوزن مالته 100 كيلوغرام، راح تكون عندي النتيجة للايديال بادي ويت يساوي لي 50 زائد 0.91% مضروبا فيه الطول اللي هو 160 ناقص 152.4. النتيجة بالأخير راح تكون 50 زائد 6.916، والنتيجة بالأخير راح تكون عندي 56.9. هذا تقريبا الايديال بادي ويت 56.9، هذا الايديال بادي ويت. فانا من اريد احسب التايدل فوليوم هنا راح اضطر انه احسب التايدل فوليوم على هذا الوزن الايديال بادي ويت اللي يعني انا من اريد افرض انه ادخلي مضروبا في 5 مول بير كي جي. طبعا هذا حتى احسب التايدل فوليوم فانا احسبه على هذا الوزن على 56، ما نحسبه على 160 كيلو اللي هو او 100 كيلو عفوا اللي هو الوزن الحقيقي للمريض.
بالفيميل فقط نستبدل الخمسين بالرقم 45.5. أيضا application of PEEP via the endotracheal tube is particularly useful to improving oxygenation by reducing small airway collapse. استخدام البيب ضروري جدا بالأشخاص اللي عندهم سمنة لأن يقلل لي airway obstruction, small airway obstruction. وأيضا هذا واحدة من الأمور اللي تخليني ما أقدر أستخدم الأرنجين ماسك airway لأنه مو بسهولة أقدر أسوي بيب بهيك شيء مرضى. ايضا لازم نعرف اثناء الاكستوبيشن. الاكستوبيشن عاده من نسويه لازم نسويه بالمريض يكون سيمي سيتنج بوزيشن. الغايه انه حتى من يبدي سبونتينس بريثنج ما يكون اكو فد بريشر من الابدومينال فيزرا على الدايفرام. فلازم يكون سيمي سيتنج بوزيشن او سيتنج بوزيشن از اويك از بوسيبل. لازم يكون واعي بقدر الامكان لانه حتى نتحاشى الاوبستركتيف سليب ابنيا. Otherwise, the left position is very safe initially. أو نقدر إذا شفنا المريض ما قدرنا نسوي بالsitting أو sim-sitting position نقدر نسوي extubation باللاترال position. نخلي المريض على الجانب ونسوي extubation. أول ما نطلع extubation نحاول نخلي المريض sit up ويقعد مجرد أنه يبدي يوعى لغرض تحاشي compression والhypoventilation. The post-operative mortality of these patients is doubled than the non-obese patient. المورتاليتي اللي تصير بالأوبيز الأشخاص اللي عندهم سمنة تقريبا هي ضعف المورتاليتي اللي بالنون-obese patient. وAs previously stated, these patients are prone to hypoxia. مثل ما قلنا أنه المرضى هذولا راح يكون عندهم نسبة الهايبوكسيا جدا عالية بسبب small airway collapse and shunt. And this is may exacerbated if analgesia is inadequate. إذا أنا عندي المريض ما أخذ analgesia بصورة كافية أيضا هذا راح يؤدي لي إلى تفاقم حالة الهايبوكسيا والإيرواي كولابس. فلازم يعني ننتبه إلى أن المريض من الضروري أنه يأخذ analgesia كافية ومقنعة لغرض تقليل الألم وتقليل سبلينتينج. لكن ايضا لازم نخلي ببالنا انه اذا هذا البيشنت صار اوفر سيديتد نتيجه ادويه الانالجيسيا استخدمنا فد اوبيويدز لغرض الانالجيسيا وصار اوفر سيديتد ايضا راح ندخله مشكله جديده اللي هي احتمال يسوي لي بارشال ايروي اوبستراكشن نتيجه الاوبستركتيف سليب ابنيا. فور ذس ريزن بيشنت شود بي مينتيند اون اوكسجين هيوميديفايد اف بوسيبل اون ذا وورد بوست اوبرتيفلي وذ كونتينوس بالس اوكسيميتر مونيتورنج. يعني هذا المريض بعد العمليه لازم الأوبيز لازم نخليهم على أكسجين سبلاي مثل ما تكلمنا ويفضل أنه يكون هوميديفايد وأيضا نخليهم على مونيترينج للأكسجين حتى ما يصير عندهم هايبوكسيا أثناء البوست أوبرتيف بريد. عندنا البوست أوبرتيف فيزيوثيرابي وأيضا استخدام السبايرومتري اللي هنا البوست أوبرتيف فيزيوثيرابي نتكلم عن التابينج on the chest واستخدام الديب بريث البيشنت نسأل انه يسوي دي ياخذ ديب بريث. ايضا الاستخدام سبايرومتري عاده نعطيهم فد انسترومنت خاص ينفخ به المريض او حتى لو سمبل بالون ينفخ به المريض لغرض منع او يعطي فد فايتال كاباسيتي كامله ياخذ المريض فل انسبيريشن الغايه منعتها حتى يفتح لي السمول الفيولاي او السمول اير واي حتى ما يصير عندي كولابس. ايضا استخدام تيكنكس مثلا الابديورال انالجيسيا ايضا تقلل لي من الالم وبالتالي يقلل لي من الاتلكتسيس والبوست اوبرتيف ريسبيراتوري فيلير. ايضا بوست اوبرتيف موبيلايزيشن از فايتال يعني نخلي المريض انه يبدي يتحرك ما بعد العمليه ضروري جدا مباشره قدر الامكان. اول ما يقدر المريض يبدي يتحرك مباشره نعطي اوامر انه يبدي يتحرك ويمشي الغايه من عنده انه حتى نقلل تجمع الإفرازات اللي تكون سببها أحياناً للبيدردين. فالموفمنت تشجع المريض على أيضاً تيك ديب بريث. هذه كل الأمور راح تقلل لي من البوست أوبرتيف ريسبيراتوري فيلير. كارديوفاسكولار سيستم طبعاً obesity associated with a number of cardiac risk factor. السمنة عادة ترتبط بعدد من أمراض اللي تخص الجهاز القلب الدوران.
هذا الشيء يشمل اسكيميك هارت ديزيز، هايبرتنشن، كارديوميوباثي وكاردييك فيلير، ارثيمياز، سدن كاردييك ديث اند ديسليبيديميا. هذا يتضمن ارتفاع ضغط الدم، ذبحات صدرية، كارديوميوباثي، مشاكل تخص عضلات القلب، ايضا يسبب لي عجز القلب، ديس ارثيميا، عدم انتظام بالنبض، وصدن كاردييك ديث اند ديسليبيديميا، توقف مفاجئ للقلب، بالإضافة إلى عدم استقرار أو عدم انتظام مستوى الدهون داخل الجسم. النقطة الأخرى أنه الأوبيز أبدومن راح تكون تسبب لي ضغط مباشر على الفينس رتين، يعني وجود السمنة في البطن قد تسبب لي ضغط على رجوع الدم من الأوعية الدموية من الأطراف السفلى. هذا راح يسبب لي زيادة بالريسك اوف دي فينس ثرومبوسيس دي في تي، تخثر الأوعية العميقة، وكذلك الخثرة الرئوية. Once ventilated, high inflation pressure and application of PEEP further reduce venous return. لما نخلي المريض على ميكانيكال فنتيليشن اكيد هذا واستخدام البيب اللي هو راح يكون ضروري بالمرضى اللي يعانون من السمنة، ايضا راح يسبب لي ريديوس بالفينس رتين، يقلل لي ايضا رجوع الدم من الاطراف السفلى، وهذا راح يؤدي لي الى انخفاض الكاردييك اوتبوت، بالتالي هايبوتنشن. The risk of pulmonary embolism on DVT is double in obese patient. نسبة خطورة الخطرة الرئوية وخطرة الأوعية العميقة راح نشوف أنه يكون ضعف الأشخاص الغير الأشخاص اللي ما يعانون من السمنة. Specific implication for anesthesia. الملاحظات المهمة والخطوات المهمة اللي لازم يعني نتخذها للأشخاص اللي يعانون من السمنة فيما يخص مشاكل القلب. أول شيء perform a thorough pre-operative assessment looking for the evidence of ischemic heart disease and cardiac failure on history examination and ECG. هنا لازم نسوي full assessment، هنا لازم نسوي تشيك كامل لكل المشاكل اللي قد نتوقعها، مثلا ischemic heart disease وكارديك فيلير، عجز القلب إذا كانت أكو ذبحة صدرية عند المريض، عن طريق أخذ معلومات كاملة من الهيستوري، فحص دقيق للمريض، وعمل تخطيط قلب وقراءة تخطيط القلب بصورة صحيحة للتأكد من وجود أي من هذه المشاكل. chest x-ray and echocardiography، أشعة صدر وعمل إيكو قد يكون مفيد في الكشف عن بعض هذه المشاكل الموجودة عند المرضى. Measure of non-invasive blood pressure أيضا مهم، قياس ضغط الدم للمريض عن طريق استخدام non-invasive maneuver اللي هو عن طريق الكف، راح يكون فد أيضا راح يسبب لي فد مشكلة معينة، اللي هي أنه عادة بالأشخاص اللي عندهم سمنة مفرطة راح نشوف أنه العضد مالته راح يكون بشكل كونيكال، بشكل مخروطي، مو بشكل يعني ريجولر، بحيث انه بالامكان سهوله استخدام البرجر كف. هنا راح نشوف انه لازم نختار القياس الصحيح، لان استخدام قياس اقل من الحجم المناسب للعضد هنا راح يعطيني قراءات اعلى من الطبيعي، اضافه انه قد تكون القراءه مو دقيقه في حال كان الكونيكال شيب عند المريض، بحيث انه ما يقدر يتحسس البلس باستخدام الكف. In morbidly obese patient, استخدام invasive blood pressure monitoring is advisable. في بعض حالات المرضى اللي هي morbid obesity، اللي عندهم morbid obesity، راح نضطر إلى استخدام invasive blood pressure عن طريق arterial line حتى نقدر نقيس الضغط الدم بصورة صحيحة. Continuous cardiac drug throughout the preoperative period، لازم الأدوية الخاصة بالقلب اللي يستخدمها يعني يبقى يستمر باستخدامها المريض، ما يقطعها قبل العملية. ايضا هيبارين بروفيلاكسيس فيري امبورتنت، استخدام الهيبارين او الانوكسابارين كوقايه قبل اجراء العمليه لتحاشي حصول الدي فينس ثرومبوسيس، الخثره الاوعيه العميقه او البولمونري امبوليزم، ايضا هذه جدا مهمه ولازم نستخدمها. استخدام التي اي دي اللي هو ثرومبو امبوليك ديفايس ستوكينجز، هذه فد اجهزه تربط على الساق عاده وتطينا فد بلسيشن، فد نبضات تحاول انه
تشبه الكومبرشن، الضغط على الساق حتى ما يصير عندي ستيسيز، ما يصير عندي ركود بالبلاد اللي ينتج عنه بالتالي دي في تي. ايضا early mobilization very important، المريض لازم يعني نصحى انه يقوم او يتحرك قدر الامكان بالسرعة الممكنة بعد العملية حتى نتحاشى حصول اي مشاكل تخص دي فينوس ثرومبوسيس اند بولمونري امبوليزم. Postoperative oxygen may particularly reduce the ischemic events. عادة المرضى اللي عندهم يعانون من السمنة نخليهم على أكسجين بعد العملية، لأنه راح نلاحظ هواي من هؤلاء المرضى يحتاجون للبقاء على الأكسجين لغرض تلافي حصول أي ischemic events للهارت، يعني حتى مثلا عندي ذبحة صدرية، فنحاول إنه نرفع مستوى الأكسجين عن طريق إعطاء الأكسجين خلال الليل، خصوصا المرضى اللي يعانون من obstructive sleep apnea. Gastrointestinal, endocrine and other systems. There is an increased incidence of hiatus hernia in obese patients. المرضى اللي يعانون من السمنة عادة يصير عندهم هياتس هيرنيا اللي هو فتق الحجاب الحاجز، وهذا راح يسبب لي ضغط إضافي على الريسبيراتوري سيستم والكاردياك سيستم، قد يسبب لي مشاكل إضافية. أيضا نلاحظ أنه الفوليوم والأسيدتي of gastric content is often increased، راح نشوف زيادة بكمية السوائل اللي تفرزها الستومك وزيادة الحموضة بالسوائل اللي تفرزها الستومك. هذه النقطة بالإضافة إلى النقطة اللي تكلمنا عنها سابقا اللي هو قد تكون صعوبة بالانتوبيشن، هنا راح يسبب لي زيادة في خطورة الأسبيريشن، وقد نعرض المريض إلى risk of regurg vomiting and aspiration، خصوصا إذا كانت راح واجهتنا صعوبة عالية بالانتوبيشن راح تزداد نسبة الريجيرج and بالتالي aspiration، وندخل المريض في مشاكل إضافية. Non-insulin dependent diabetes mellitus is much more common in obese. داء السكر النوع الثاني راح نشوفه جدا شائع في المرضى اللي عندهم سمنة. هايبر كوليستريميا زيادة الكوليسترول بالدم. هايبوثايروديزم انخفاض مستوى الهرمونات الدرقية. جاوت اللي هو داء الملوك. أوستيوأرثرايتس التهاب المفاصل وسوفان المفاصل وسوفان العظام. باك بين آلام الظهر. هيباتيك امبيرمنت ضعف في اداء وظائف الكبد. جول ستونز تكون لحصات المراره والتهاب المراره. اند ابدومينال هيرنيا وحصول الفتوق اللي تصير عاده بالابدومين امبلايكال هيرنيا الابيكاستريك هيرنيا، هذا راح تكون نسبتها اعلى جدا، بالاضافه الى بريست اند اندوميتريال مالجنسيز حدوث اورام الرحم واورام الثدي راح تكون نسبتها أعلى في الأشخاص اللي عندهم سمنة من الأشخاص اللي ما يعانون من السمنة. Specific indication for anesthesia. لازم ننتبه إنه مرضى السمنة لازم نوصف لهم عادة ال oral H2 receptor blocker اللي عادة نستخدم الرامتدين أو السيمتيدين حتى نقلل الاسيديتي اوف ذا ستومك، او بالامكان ايضا استخدام البروتون بامب انهبيتر مثل الامبرازول او اذر دراجز اللي ايضا يقلل لي الاسيديتي. هذا روتين اللي نعطيها قبل ساعه الى ساعتين من بدء العمليه، واذا كان عندنا شك او حسينا انه هذا المريض عنده خطوره اوف ديفيكولت انتوبيشن ايضا بالامكان انه نستخدم الكراش اندكشن او ما نسمى الرابيد سيكونس اندكشن وكريكويد بريشر اثناء الانتوبيشن واثناء الاكستوبيشن لما يكون المريض فولي اويك. ايضا بيرفورم راندوم بلاد شوجر روتينلي فور ذيس بيشنت، لانه محتمل انه يكون عندهم اصابه بالسكر، حتى بعض الاشخاص اللي ما عندهم يعني هيستوري سابق او ما يعرف انه مصاب بالسكر. Ensure good
pre-operative sugar control to reduce infection and risk of myocardial events. لازم أيضا نتأكد من انتظام السكر أثناء وبعد العملية حتى ما يصير عندي infection بالجرح، ما يصير عندي التهاب بمنطقة العملية، وكذلك ما يصير عندي مضاعفات الخاصة، يعني ما يصير عندي مضاعفات بالقلب. بالنسبة للدراجز اللي يستخدمها مثل الستاتينز اللي هي الأدوية اللي تخفض الدهون، أيضا المرضى بالإمكان أنه يستمرون على استخدامها خلال فترة ما قبل وبعد العملية، لأنه أيضا تحسن لي ثباتية الخثرة إذا كانت موجودة في الأوعية الدموية الخاصة بالقلب، وتمنع لي حدوث الجلطات القلبية أو الخثرة اللي تصيب القلب بنسبة معينة. Drug handling in obesity. In obese patient, volume of distribution, binding, and elimination of the drugs are unpredictable. عادة المرضى اللي عندهم السمنة راح نشوف انه volume of distribution اللي هو الحجم اللي راح يتوزع به الدراج، وارتباط هذه الأدوية بالبروتينز وغيرها، وكذلك طرح هذه الأدوية راح يكون غير متوقع ومو مثل ما يكون بالشخص اللي عنده ideal body weight. فنشوف this uncertainty، هذه عدم التأكد وعدم وجود يعني أي prediction أنه شو وقت هذه الأدوية راح يكون طرحها أو شو قد راح يكون volume of distribution، هذه اللي تخلي الطبيب التخدير أو تخلي المخدر راح يدفع أو راح يعطي اهتمام خاص بالكلينيكال اند بوينتس اوف ذا دراج اكشن اكثر من الفارماكولوجي اوف ذيس دراجز. يعني انه احنا بالموربيد اوبيزيتي عاده ما نقدر نحسب حساب دقيق انه هذه الادويه ايش قد راح يبقى استمرار مفعولها حسب المعلومات الفارماكولوجي اللي راح نعرفها بخصوص الادويه، وانما راح نشوف تاثير هذه الادويه بصوره خاصه، يعني اللي نسميها هي الكلينيكال اند بوينت اوف ذا دراجز، شنو النقطه اللي حصلناها كسريريا من هذه الادويه. مثلا ايش وقت بدا عند المريض فقدان للتواصل ويانا اثناء اعطاء التخدير، هذا معناها انه البيشنت بدا يدخل بالانكونشس، ما نعتمد على انه ايش قد الجرعه اللي راح نعطيها بالضبط حسب المعلومات الدوائيه الخاصه لهذا الدراج. ايضا حصول تاكيكارديا او براديكارديا، هذه تعطيني معلومات انه هذا الدراج بدا العمل مالته او بعد لحد الان ما بدا العمل، اكثر من تركيزنا على المعلومات الدوائيه الخاصه بالدراج. وهذا اللي راح يعطيني قرار انه انا استخدم معظم الادويه، انه انا استخدم هذه الادويه لهذا المريض حسب الوزن الكلي للمريض لو حسب الايديال ويت، حسب الوزن النموذجي اللي المفروض يكون به هذا المريض. The apparent volume of distribution for a fat soluble drug such as thiobentone is increased because of lipophilic nature and therefore the dose should be increased. But a raised volume of distribution also results in reduced elimination resulting in a prolonged effect. الأدوية اللي هي عادة lipid soluble اللي هي أدويتنا اللي عادة تذوب بالدهون، مثلا عندنا الثايوبنتون، هذا هنا بسبب اللايبوفيليك نيتشر، بسبب استقطابيته اكثر للدهون ويعني امتصاصه اكثر من قبل الدهون، هنا الفوليوم اوف ديستريبيوشن مالته راح يكون جدا عالي، فراح يعني تضيع كميات كلش هواي من عنده داخل الدهون. هذا يخلينا نعتمد على الوزن الكلي للمريض في حساب الجرعه، لانه انا لازم احس بحساب هذه الدهون الموجوده اثناء ما انطي الجرعه، لانه راح تاخذ نسبه عاليه من هذا الدرج. بنفس الوقت ارتفاع الفوليوم اوف ديستريبيوشن، الحجم اللي توزع به هذا الدراج، راح ايضا يؤدي لي الى انخفاض بطرح هذا الدراج، لانه راح يصير عندي سلو ريليز، راح مثل ما الفات تشو سحب جزء من هذا الدراج راح ينطيه او يطرحه بشكل تدريجي الى الاوعيه الدمويه، وبالتالي راح نشوف انه تاثير هذا الدراج يتاخر لفتره اطول من الطبيعي. ايضا بالنسبه للسكساميثونيوم لقوا انه الجرعه مالته بالدراسات انه الجرعه مالته تنحسب كواحد ملي جرام بير كيلوغرام على الاكتوال بودي ويت، ما ينحسب على الايديال بودي ويت. ان ايديال انستيك
regime has not been identified. صراحة ماكو فد طريقة تخدير خاصة أو رجيم خاص باستخدام عدد من الأدوية أو بعض الأدوية دون البعض الآخر بشكل خاص لمرضى السمنة، وإنما يعتمد كل مريض حسب الوضع الصحي مالته وحسب الوزن الكلي والايديال بودي ويت والوزن النموذجي له، وهكذا نبدأ نحسب الأدوية اللي نعطيها للمريض. الانترافينوس دراجز اللي تعتمد لي على توتال بودي ويت، اللي الجرعه مالته راح اخليها على التوتال بودي ويت، احسب ايش قد وزن المريض واحسب الجرعه حسب هذا الوزن. عندنا الميدازولام، ثايوبنتال، المينتيننس انفيوجن اوف بروبوفول، لما اخلي المريض على توتال انترافينوس انستيزيا تيفا وراح اخلي البروبوفول انفيوجن، هنا ايضا لازم احسبه حسب التوتال بودي ويت. الفنتانيل، ساكسينيل كولين، and سيستراكيوريوم. بينما الأدوية الوريدية اللي راح نعتمد بها على وزن الايديال بودي ويت، وعرفنا شلون نحسب الايديال بودي ويت، راح تكون الاندكشن دوز اوف بروبوفول، الجرعة الأولية او البلس دوز اوف بروبوفول، الريميفنتانيل، فيكورونيوم، and روكورونيوم. Regional anesthesia. The good regional anesthesia may reduce opioid and inhalation requirements intraoperatively in thoracic and abdominal surgery. May also used as a sole technique in peripheral surgery. عادة استخدام regional anesthesia هو الخيار الأفضل لتحاشي استخدام الأوبيويد والinhalation anesthetic requirement، وهذه بهالحالة هذه راح تقلل لي التأثير هذه الأدوية على الريسبيراتوري سيستم والكاردييك سيستم. لكن بعد استخدام هذه التقنية الريجنال انستيزيا قد ما يكفي وحدة في عمليات الثوراسيك سيرجري والأبدومينال سيرجري، فنحتاج بعض السيديشن، لكن بإمكان استخدام هذه التقنيات بصورة مفردة وبدون استخدام أي سيديشن في حال كانت العملية بالأطراف مثلا الأطراف السفلى والأطراف العليا. نقصد هنا بالريجنال انستيزيا طبعا كل الأنواع، الريجنال انستيزيا، السباينال انستيزيا، إبيديورال انستيزيا، نيرف بلوك، بلكسس بلوك وغيرها. However, technically it's harder. لازم نعرف انه استخدام الريجنال انستيزيا ما راح يكون بالسهولة اللي نتوقعها، وانما راح تكون نواجه بها بعض الصعوبة. هذه الصعوبة راح تضمن لي اول شيء loss of landmarks، ما عندنا فد علامات واضحة، لانه نعرف خصوصا انه ترهل الجلد وترهل الشحوم راح يضيع لي كل البون landmarks، كل العلامات اللي انا استند عليها في تحديد المكان اللي راح ازرق بي النيدل مالتي، سواء بالسبينال انستيزيا، الابيديورال انستيزيا، او حتى بالاوريجينال انستيزيا بالنيرف بلوك. راح اواجه صعوبه في اختيار المكان الصحيح لاعطاء او لاستخدام النيدل او الدخول النيدل للجسم. كذلك الجرع اللي راح نواجهها، استخدام كمية الجرعة لكل مريض أيضا راح نواجه بها بعض المشاكل بسبب النسبة العالية من الشحوم الموجودة، إضافة إلى ترهلات الجلد وترهلات الجسم، بحيث أنه ما يطين في مكان ثابت أقدر يعني أعرف بأنه هذا المكان هو اللي راح نستخدمه أو مو هو هذا المكان، أو لما ندخل بالنيدل راح نشوف أنه مو بالاتجاه الصحيح اللي راح نكون به بسبب هذه الترهلات وعدم استقرار الجلد. أيضا الـ initial failure rate is higher in obese، نسبة فشل الـ regional anesthesia راح تكون أعلى من الـ non-obese patient. ملاحظة مهمة أنه بسبب engorged extra dural vein and extra fat constricting the potential space, less local anesthetic is needed for epidural. إذا قررنا استخدام spinal anesthesia أو epidural anesthesia لازم ننتبه أنه احتقان الأوعية الدموية الموجودة بالديورا أو حتى وجود شحوم إضافية بمنطقة الديورا قد تسبب لي تضيق بالسبيس الابديورال سبيس. هذه الحالة الكمية أو حجم الدراج اللي راح ننطيه للمريض لازم يكون أقل من الطبيعي، حوالي 75
إلى 80% من الجرعة اللي نحسبها للشخص الاعتيادي راح تكون جدا كافية، لأنه في حال استخدمنا جرعة أعلى راح يكون إحنا أصلا عندنا الإبديورال سبيس ضيق، فراح يصعد مستوى السباينال أو الإبديورال أنستيزيا إلى مستويات عالية قد تسبب لي مشاكل على التنفس. من المشاكل الأخرى اللي راح نواجهها هو الفينوس أكسس، أنه صعوبة الحصول على الأوردة سواء البريفرال أو حتى السنترال. فالفينوس أكسس as routine part of any anesthetic technique is also technically more difficult in obese patient. صعب يعني إيجاد الأوردة لغرض وضع الكانولا، وحتى بالسنترال فينوس أكسس راح نشوف أنه أكو صعوبة عندنا بسبب أول شيء طبقة الدهون راح تكون أو الشحوم راح تكون عالية عند المريض، وعدم وجود لاند ماركس نحدد بها المكان اللي راح ندخل به بالسنترال فينوس أكسس. قد نضطر إلى استخدام الألترا ساوند حتى نحدد مكان الوريد اللي راح ندخل به كوريد مركزي في السنترال فينوس أكسس. سيرجيكال and ميكانيكال إيشوز. Surgery is technically more difficult. والسبب في ذلك أول شيء reduce surgical access. الجراح ما راح يكون وصوله للمكان اللي يجري به العملية بصورة سهلة بسبب الطبقات العالية للشحوم. Difficult visualization. أكيد راح تكون النظر للمكان العملية راح يكون صعوبة بسبب يعني ارتفاع منطقة الشحوم ويعني تشكيل صعوبة بالنظر، صعوبة في وصول رؤية كاملة للمكان العملية. وأيضا access bleeding زيادة بالنزف راح يكون عندنا، وعدم القدرة على الجراح للوصول لكل مناطق النزف بسهولة بسبب طبقات الشحوم اللي راح تكون عند المريض. طبعا هذا تزداد كل ما يزداد body mass index أو كل ما تزداد central obesity للمريض أو حسب مكان الoperation itself. هذه الحالة راح تؤدي لي إلى longer operation time زيادة بوقت العملية، وزيادة وقت العملية راح بالإضافة تزود لي exacerbation of many of the other factor or dimension، راح تزود لي المشاكل اللي تكلمنا عنها سابقا، لأنه كل ما تزداد العملية وقت العملية كل ما تزداد المشاكل اللي تكلمنا عنها سابقا مثل حصول الخثرة الرئوية، المشاكل اللي راح تصير عندنا بالفنتيليشن والسمول ايرواي الكتسيز اند كولابس. ايضا راح نلاحظ انه راح الاشخاص اللي عندهم سمنه راح تصير عندهم زياده بالريسك اوف انفكشن، الانفكشن اوف ذا ووند، الووند انفكشن راح يكون جدا عالي عند المرضى اللي يعانون من السمنه المفرطه. وهذا الشيء نتيجة poor blood supply of the fatty tissue، قلة الأوعية الدموية الموجودة بالفاتي تيشو راح يزود لي خطورة الwound infection والwound dehiscence، يعني إنه الجرح بعد ما يكمل العملية راح يصير بي ينفتح الجرح ويحتاج إلى إعادة خياطة من جديد بسبب قلة الدم الواصل للمنطقة الشحوم. There's also maybe impair immune system function. أيضا راح نلاحظ بالأشخاص اللي عندهم السمنة انخفاض الاميونيتي، وهذا بالتالي راح يزود لي نسبة الانفكشن بوست أوبرتيف. النقطة الأخرى أنه most theater table have a weight limit of approximately 130 kilogram. تقريبا معظم الكاوتش أو سدية العمليات محددة من ناحية الوزن، فما يقدر نستخدم ما نقدر نستخدمها للأشخاص اللي يتجاوز وزنهم الشيء المحدد للكاوتش هذا. طبعا هو عادة يكون 130 كيلوغرام، فالأشخاص اللي عندهم وزن أكثر من 130 هذا قد يسبب لي مشكلة في تقنيات الكاوتش. فأول شيء راح يكون الكاوتش نارو، راح يكون ضيق بالنسبة للمريض، هذا راح يؤدي لي إلى ترهل الشحوم خارج منطقة السدية خارج منطقة سدية العمليات. هذا الأوفرفلو اللي هو يعني خروج أجزاء من جسم المريض عن حدود الكاوتش راح يسبب لي زيادة بالبرشر سور أو النيرف دامج، راح يسبب لي تلف بالأعصاب أو حتى يسبب لي تقرحات مناطق الضغط. ليش أنا راح تزداد مناطق الضغط؟ لأنه قد نحتاج إلى وجينج، إنه نسند المريض باستخدام بعض الأدوات اللي راح تكون أكيد أدوات صلبة قد يؤدي لي إلى يعني الغاية من عندها منع سقوط المريض من السدية. فهذا راح تؤدي لي تسبب لي مشاكل سور
تقرحات منطقة الضغط، كذلك قد يؤدي إلى تلف في الأعصاب إذا كانت نقاط الضغط قريبة على هذه الأعصاب. بالإضافة إلى أنه السمنة الزائدة والوزن اللي يحمل على الكاوتش أكثر من الحد الطبيعي لقابليته قد يؤدي لي مشكلة في وظائف الكاوتش، فتشوف أنه صعود ونزول الكاوتش يعني سهولة الحصول على البوزيشن اللي يحتاج الجراح راح يكون أيضا مشاكل، راح تكون من الصعب أنه أنا أسوي بوزيشن للمريض إذا كان يحتاج المريض بوزيشن بسبب تعطل وظائف الكاوتش إذا استخدمنا وزن أكثر من الحدود الطبيعية. بالنسبة للدي كيس سيرجري is not contraindication، العمليات اليوم الواحد أن هذا المريض بالإمكان إجراء العملية وإخراج المريض بعد العملية يعني مباشرة إلى البيت، هذا ما وجود السمنة ما يمنع من عنده، لكن لازم ننتبه إلى وجود أي مشاكل أخرى قد تمنع، مثلا وجود الأوبستركتيف سليب أمنية نفسه يمنع، لكن وجود السمنة بحد ذاته هو ما يمنع من إجراء العمليات اليوم الواحد لهؤلاء المرضى. برياتريك سيرجري هو مصطلح يطلق على العمليات اللي يتم إجراها للسيفير لأوبيس بيشنت لغرض تقليل الوزن، عادة تستخدم للمرضى اللي يعانون من الموربيد اوبيزيتي او اللي عندهم سيريس كومبليكيشن وكوموربيديتي صاير عندهم يعني نتيجة السمنة، بدت عندهم امراض هواية تصير عندهم نتيجة السمنة، او اللي ما جاي يستجيبون للميديكال والبيهيفيرال ويت ريدكشن يعني للرجيم او للأدوية اللي تقلل الوزن اذا صارت غير فعالة، فبالامكان استخدام هذه العمليات. هذه الاوبريشن تتضمن غاستريك باندينج، غاستريك باي باس، بايلو بانكرياتيك دايفيرجن، لايبوسكشن اند جو وايرنج. معظم هذه العمليات تم اجراها عن طريق اللابروسكوب، واللابروسكوب ايضا راح يقلل لي المشاكل اللي عاده تصير عندنا اثناء العمليه، وخصوصا راح يقلل لي استخدام الاوبيويد، وراح يشوف انه المريض يصير عنده عاده الربد ريكفري وربد موبلايزيشن مو مثل العمليات اللي تكون بيها انسجن. مثل ما تشوفون هنا الباندينج شلون يعني نحاول انه نسند المريض اللي يعاني من السمنة المفرطة، استخدام هذه الباندينج وهذه المساند قد تؤدي لي الى براجر سور مكان يعني تسبب لي تقرحات او حتى نيرف دمج. شكرا جزيلا وان شاء الله نشوفكم محاضرات اخرى. اذا حبيتوا تحصلون على نسخة PDF من المحاضرة بامكانكم الاشتراك عن طريق الفيسبوك او الانستغرام، راح تكون المحاضرات موجودة بشكل PDF. شكرا جزيلا والى لقاء.